أسعد الله مساءكم أحبتنا متابعي نورسات الفضائية من لبنان العزيز، ومتابعي صفحة نورسات الأردن على الفيسبوك، أسعدتم مساء. هذا المساء ضيفنا شخصية مميزة، نحن عرفناه وعرفه الوطن والمواقع المتعددة، جال وتنقل بين ردهات خدمة الوطن. دكتورنا ضيفنا المنذر، وهذا اسم عربي يفخر هو بعروبته وبانتمائه إلى السيد المسيح، كل ما فيه ينطق بهذا العشق، العشق للعربية وللعروبة. قالوا عنه حجر الزاوية في التفاوض مع الأمريكيين والإسرائيليين، كان واحدا من وزراء حكومة الحسين العظيم، وظل المنذر مؤمنا بأن صانعي السلام يدعون أبناء الله، لكنه أثبت لنا أن الذين يسعون إلى السلام هم الشجعان والشجعان فقط. معالي المنذر قالوا عنه أنه مفاوض مائي، فهو مختص وخبير متفوق في مجال المياه. أما نحن فنقول عنه هذا المساء أنه لم يكن المفاوض المائي، بل كان المفاوض الحديدي الصلب حول المياه، وكأني بقلبه الذي يحمل حبا مشرقيا لكنيسته ولوطنه، كأني به كان يتذكره دوما. هذا الحب يخاله من لا يعرفه أنه تعصب لأرثوذكسيته، أما نحن فنعرف أن ضيفنا ظل دوما عاشقا للإيمان وللوطن الذي يفخر بالعروبة. ذات يوم كانوني في عام 1970 يتلقى برقية من الراحل وصف التل: احضر للبلاد حالا. وعندما عاد إلى هنا ليلتقي بوصف التل سأله: شو بعدك بتسوي بأمريكا؟ ظل دائما الأول في صفه، الأول في الإنجاز. ضيفنا أول من أدخل الديجيتال، الحياة الديجيتال التي أصبحت حياتنا كلها الآن ديجيتال. قبل 50 سنة كان أول من استحضر واشترى الكمبيوتر، عمل في وادي الأردن، وكان عشقا واضحا وحقق فيه الكثير. لقد كان أمينا على سلة الغذاء في وطننا، وهو الذي تولى منصب وزير المياه والري، كان حريصا وأمينا على حقوق الأردن في المياه. إنه عاشق العروبة الذي يريد دوما أن يستعيد ذاكرة هذه الأمة، الذاكرة الإيجابية.
وهو من صف ومن حلف من يسعى إلى إحياء كل المعاني الخيرة السامية التي أعطت للحضارة العربية مكانتها المرموقة. في هذا المساء خير من يتحدث حول العرب المسيحيون هو ضيفي الدكتور منذر حدادين. مساء الخير معاليك. يا مساء الخير. شرفتنا يا سيدي. أنا اللي متشرف بلقاء أبونا والله يديمك ويكثر أمثالك وتنوعك في الثقافة واللغات هو تنوع دائما أذكره عندما أكون في محافل غير عربية. أنا بتشرف بقناتكم وبلقاء تجريه أبونا معي، هذا تفخيم وتكبير لم أكن أتوقعه. أبدأ بحديث ليس ببعيد في قبة البرلمان الأردني، كنت عينا من الأعيان، اقترب مني معالي وزير الثقافة الأردني معالي نبيه شقم وقال لي ليس في مكاتب في مكتبتنا أو في المكتبة العربية ما يعتد به عن المسيحية بين العرب، وقال بدي إياك أنت، مع أنه مش اختصاصك بس بعرف تنوع ثقافتك، بدي إياك تبذل الجهد وتصدر كتاب ننشره نحن وزارة الثقافة. نعم. فمكثت بحدود 9 أشهر أبحث في المراجع، وصدر الكتاب عن وزارة الثقافة تحت عنوان المسيحية بين العرب. كنت أعرف أنه في مسيحيين في العرب قبل الرسالة المحمدية، وكنت أقرأ من أشعار الشعراء الفحول ما يدل على أنهم كانوا مسيحيين، وقصة بجير بن كعب بن زهير بجير ابن زهير بن أبي سلمى وأخوه أخوه كعب بن زهير بن أبي سلمى نعم. معروفة في تاريخنا من نعم. أنه بجير انضم إلى جحافل الرسول العربي وأسلم، فبدأ كعب أخوه يهجو ما له علاقة بالإسلام من النبي أجر نعم. فأهدر النبي دمه أنه يحل قتله قد ما أمعن في الهجاء العربي القاذع. فتح الرسول مكة وجاء كعب بن زهير بده السترة، الآن انتصر الإسلام. نعم. فجاء إلى صحابة الرسول وما أنجدوا أحد، فقال أنا اللي أدخل عليه. دخل عليه في المسجد وأنشده قصيدته الشهيرة بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضيض الطرف مكحول، غيداء مقبلة فرعاء مدبرة لا يشتكى قصر فيها ولا طول، ولا تمسك بالوعد الذي قطعت إلا كما تمسك الماء الغرابيل. بس بيجي بعدين نعم. شوف قوة الشخصية والتربية المسيحية. نعم. بقول أمست سعاد بأرض لا يطاولها إلا العتاق النجيبات المراسيل، يغشى الوشاة حواليها وقولهم وإنك يا ابن أبي سلمى لمقتول.
يعني وصل له الخبر هيك ووصلوا له وجهاً لوجه. نعم. مقتول. وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. يا سلام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. نعم. نبأت، شوف القوة للرسول وجها لوجه. نعم نعم. قال له نبأت أن رسول الله أوعدني، توعدني يعني بالقتل. نعم. نبأت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. شوف بنها الرسول بقول له لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فكان الوجود المسيحي في المراجع اللي أدهشتني، ومنها عمل فرقة فرنسية في الآثار، أخذوا تصريح من المملكة العربية السعودية بالبحث في الآثار البائنة على سطح الأرض لكن مش تبحث. نعم. وكان تقريرهم نشر عام 2015-2016 مذهل، قد ما لقوا من أثار. الثوابت التي تثبت وجود المسيحية في الجزيرة العربية، حتى إنهم قالوا إن معظم جزيرة العرب كانت تدين بالمسيحية من عام 425 إلى ظهور الإسلام، باستثناء التعميم هذا لم يشمل مكة ولا يثرب، كان فيها خليط. نعم. يثرب كان فيها شاعر الرسول. نعم. نعم. حسان بن ثابت. نعم. نعم. هذا أزدي. نعم. وكان مسيحي وكان شاعر للغساسنة. نعم. وانتقل ليكون شاعرا للرسول العربي الأمين. منهم تميم، قبائل تميم اللي طلعت منهم من تاريخنا العربي طبعا بوصفها بشكل مختلف. نعم. إنها ادعت النبوة. نعم. منهم مسيلمة اللي بيسموه مسيلمة. نعم. الكذاب. نعم. بس سجاح كانت متأثرة، قبيلتها تميم. نعم. وكذلك تغلب، وكذلك بكر. نعم. وكذلك كندة. نعم. بطون العرب عربة. نعم. كانوا متأثرين، دخلت عليهم المسيحية من بلاد السواد. نعم. من العراق. نعم. فبتلاقيهم من أصحاب الطبيعة الواحدة. نعم. مونوفيزيت. مونوفيزيت. نعم. نعم. بينما مسيلمة في الحجاز متأثر بدخول من إثيوبيا ومن مصر. نعم. من إثيوبيا دخلت أصحاب الطبيعتين. نعم. نعم. فمن تحاليل بعض المؤرخين لما قامت حروب الردة اللي قالوا ادعوا النبوة، جاءت سجاح مع قومها، سجاح بنت الحارث، وين كنت تجد تقدير للمرأة إلى درجة إنهم حطوها عليها قائدة، قوم تميم حطوها قائدة لهم جنرال. وإجت على مسيلمة في اليمامة. نعم. في اليمامة بقول لك المحلل، وجعلت دينها ودينه واحدا، وجعلت دينها ودينه واحدا، بمعنى انه واحد منهم قلب من اصحاب الطبيعه الواحده. لاصحاب الطبيعتين. نعم. وتزوجها. ففي الصباح تطلع على قومها بقولوا وماذا كان صداقك، شو دفع مقابل زواج؟ قالت ما تحدثنا في الصداق، قالوا احنا ما بنقبل انه قائدتنا تتزوج بدون صداق. فرجعت على مسيلمة قالت له انا قومي مصرون على صداق. قال لها عندك مؤذن؟ شوف الاذان كمان عند مسيلمة كان
معكم مؤذن؟ قالت ما احنا مؤذن، انا نعم. تميم في مؤذن. نعم. نعم. جيبي لي اياه. قال لها صداقك خليه يأذن فيهم انه عفيتهم من صلاة الفجر. كانوا المسيحيين الأخص الرهبان. نعم لليوم. طبعا آه لليوم. نعم صلاة السحر. نعم عفاهم عفاهم من صلاة الفجر. نعم هذه القبائل العربية دانت بالمسيحية أكثر من قرن وربع. قرن وربع. نعم. كانوا مسيحيين. عندما جاء الإسلام كانت مسيحية حاضرة موجودة. موجود ولها جذور. نعم. نعم. جذور. نعم. وفي مكة مطران مكة كان ورقب النوفل. ورقب النوفل. نعم. نعم. وفي المدينة كان الأوس والخزرج. نعم. وهم الأزد. الأزد كانوا نصارى من اليمن. نعم. واللي نزلت في هذه الأقوام من الأزد بالذات. نعم. سورة الأخدود. نعم. في القرآن الكريم. أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود. نعم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. نعم. إذ هم النار ذات الوقود. نعم. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ده القرآن الكريم. شهادة من القرآنية على أنه أن نعم. المسيحيين مؤمنين. نعم نعم. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وفي سورة البقرة وفي سورة النور في آيات بتقول لك المسيحيين مؤمنين. نعم. كقوله تعالى في القرآن الكريم إن الذين آمنوا يعني المسلمين. نعم. إن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن شهادات قرآنية في أكثر من آية أنه النصارى المسيحيين من المؤمنين. برجع وبستشهد بأقوال الشعراء الفحول. يعني خذ زهير بن أبي سلمة. نعم. بيقول في معلقته اللي ثبتوها معلقة بيقول فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلمي. يؤخر يؤجل فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي. لاهوت لاهوت بالشعر. شايفت؟ نعم. هذا 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 إيمان شاعر زي زهير بن أبي سلمة. والأعشى قيس هذولا من بكر. الأعشى الحارث بن حلزة طرف بن العبد عمرو بن كلثوم هذا تغلبي مش من بكر من تغلب. هذولا كانوا من الشعراء المسيحيين. عبد يغوث ابن صلاة كمان تغلب مسيح بدليل شعره. عدي بن زيد. نعم. زوج هند بنت النعمان مسيحي واضح. يعني معليك أنت تبحر في أصول يعني في أصول العرب المسيحية بين العرب في الجزيرة العربية. الآن عندما تستحضر من هذه الذاكرة الإيجابية ونخرج إلى ما بعد الدولة الإسلامية ونأتي إلى القدس وأنت ابن أم الكنائس، وعندما نتوقف عند صفرونيوس وعمر بن الخطاب مرورا بيوحنة بن رؤبة مطران أردني كان عندنا بإيلات في العقبة إيلات. هذا الاستحضار هل تجد أنه يعني يوصل رسالتك أنت العروبي العربي المسيحي إلى أخيك العربي المسلم وإلى المسيحي الغربي؟ شوف الرسالة إلى المسيح الغربي
لضحالة ثقافتهم تجاه منطقتنا مضحكة. يعني لما عرف واحد منهم اني مسيحي قال لي When were you converted؟ قلت له ايش؟ متى تحولت الى المسيحية؟ نعم. بفكر كل الدنيا اسلام. ففسرت له. في مناسبة اخرى انا كنت استاذ في جامعة ولاية اوريغون في كوربالس بامريكا، درست سنة 2001 2002 2003. ففي محاضرة لي بتطلع سيدة بالمدرج من فوق بتقول لي أنا ما عجبني شو اللي أنت حكيته عن المسيح في المفاوضات مع إسرائيل. نعم. أول ما تعرف علي رئيس الوفد الإسرائيلي قلت له أنا منذر حدادين عضو الوفد الأردني. قال لي بعرفك منين أنت، ويكر لي السي في تبعي، باله أنه إيش يعني يهبلني. قلت له أنت اليكيم روبنشتاين، نقلوا عنك كلام امبارح، مدام صرنا نعرف بعض بدي أنصحك إياك تكرره. قال لي شو نقلوا عني؟ قلت نقلوا عنك قولك إنه المسيح يهودي. قال لي ما كان يهودي. قلت له المسيح ابن الله، هل الله يهودي؟ قال لي إحنا اليهود بناخذ الاولاد على امهاتهم، امك. قلت له حتى لو كانت امه يهوديه ليش طلع الصبي بيحكي ارامي؟ ليش ما كان يحكي عبري؟ ليش ما كان يحكي عبري؟ نعم. بس نصيحتي لك اياك ثم اياك تكرر اللي قلته امبارح. قال لي خلاص المسيح مثل ما انت بتقول. ما عليك، انت يعني تفتح الشهيه للكثير من الـ من الـ من, الـ من الاسئله، وبدنا عم تفتح بوابات امامنا يعني حتى ندخل معك بعد هذه الاطلاله على الجزيره العربيه وعلى هذا الشعر. انت كنت مفاوضا كما ذكرنا، وكنت مفاوضا صلبا وحديديا في قضايا المياه، وتبين انه يعني كان في بعد نظر. مش بس المياه. نعم. الناس بتفكر انه بس المياه. نعم نعم. بس الملك بيعرف. والارض نعم نعم. والتاريخ يعرف. سيدي، هل هناك دور للعرب المسيحيين في نصرة قضايا أمتهم؟ وأنت مثال على ذلك. أعطينا أهمية هذا الدور. شوف، من حيث الإيمان بالله وبالمخلص احنا سبقنا غيرنا، مش بس هيك احنا ثبتنا على ذلك الخط. والأسباب هو شدة الإيمان والقدرة المالية والشجاعة. يعني من بدايات القرن الثاني عشر، لا شدة إيمان، قدرة مالية، وشجاعة. وشجاعة. نعم. يعني بدءا من عصر المماليك. نعم. قبلهم عصر المتوكل. نعم. المتوكل ابن المعتصم. نعم. تعرض المسيحيون العرب إلى كل أنواع الضغوط، مع أنه في العصر الذهبي الإسلامي لم يكن الوضع كذلك. عاملوا المسيحيين العرب معاملتهم للعرب الفاتحين. مش بس هيك، أخذوا منهم قادة لفتح شمال إفريقيا. نعم. يعني لما إجا عمرو بن العاص من الحجاز إلى مصر، لا إجا على معان، وانت السادق. نعم. نعم. إجا على معان. نعم. وأرسل وراء شيوخ القبائل المسيحية، كانت جذام وغسان. نعم. ولخم. نعم. كانوا في. نعم. الأردن. وقال لهم ما عاد في ناس محاربين في الحجاز، اللي ظلوا جبتهم معي مش كثار، لأنهم كلهم صاروا في بلاد فارس وفي بلاد الشام شمال بعد اليرموك، وأنا مطلوب مني أفتح مصر وبدي فزعتكم، إحنا عرب. نعم. قالوا له تكرم بس استنى علينا شوي. ودوا المراسيل للأقباط. إحنا كنا هون
في الأردن وفلسطين بالذات كنا من أصحاب الطبيعة الواحد ما نفوزيت. نعم صحيح صحيح ايه. مضبوط صحيح. وبعدين قلبوا البطرك. نعم. لما رفعوه بلطلوه نعم. من رفعك صحيح. بطرك وصار تاريخيا آه. فبعثوا للأقباط قالوا احنا جايينكو. والأقباط كانوا محكومين من بيزنطة وأصحاب طبيعة واحدة. نعم. وبيزنطة طبيعتين طبيعتين هلكوهم للأقباط. وإحنا جماعتنا طبيعة واحدة زي الأقباط. بعثوا لهم مراسيل قالوا شو رأيكم يجيكم أولاد عمنا جايين من الحجاز نحرركم من كذا كذا. نعم. أصحاب الطبيعتين. نعم. رحبوا. هلأ أبونا بتلاقي في فتوحات بلاد الشام معركة أجنادين، معركة طبقة فحل، معركة بيسان، معركة اليرموك. بتروح بلاد فارس بتلاقي معركة جلولاء، معركة الجسر، معركة البويب، معركة القادسية، كلها تشهد لمشاركة كان مشاركة عربية. بس هل تذكر معركة واحدة في مصر؟ ما فيش. ليش؟ لأنهم أهل البلاد الأصليين رحبوا بالفاتحين معهم المونوفيزيت معهم الأردنيين جذام ولخم وغسان. نعم. دخلوا سكيرمشز كانت اشتباكات مع نعم. مخافر على الطريق. نعم. بس أما تقول معركة زي القادسية. نعم. لا ما في. ما زي اليرموك في مصر لا ما في. نعم. وقاد الغساسنة جحافل الفتح العربي بعد عمرو بن العاص باتجاه شمال إفريقيا. شو سر هذا الوفاء العربي المسيحي للأمة وأنت من يقول يعني هاي خير أمة أخرجت للناس أمة العرب؟ أه. كيف يوازن يعني كيف يوازن هذا الانتماء؟ فرجيني أقدم مني في هذه البلاد بتلاقي أخلص مني. بس إحنا في الرسائل في الرسائل السماوية إحنا من أقدمهم، إحنا من أقدم من وجد على هذه الأرض. نعم. ولما مارسنا السلطة لم نتعصب للعروبة، أو كانت العروبة عندنا مواطنة، كان سريان أراميين بيننا والحضارة كانت بينهم مش بيننا احنا، مش بس عرق عربي، لا لا مواطنة مواطن في نعم. نفس البلاد. نعم. احنا حاكمين كنا. نعم. صدف انه احنا الحاكمين العرب، وبقولوا في التاريخ انه تابعين لبيزنطة والمنادرة تابعين لكسرى. بس شوف وضع الغساسنة مع بيزنطة مختلف، كان تحالفا، تحالف مش الند مش خضوع الند للند، مش خضوع زي ما تكون دولة بالنيتو. مزبوط. كانوا يسموا رئيس الغساسنة فيلارك زي البطرك الكبير. نعم نعم. كبير البطاركة. نعم. وتعريب الدواوين مين قام فيه؟ مسيحيين العرب. نعم. بلاش أقول لك، اترك الفلسفة وعلم الكلام على جنب. نعم. ما تبقى من العلوم اللي أبدع فيها العرب كان العلماء فيهم مسيحيين، وكان صابئة، وكان من غير العرب. عندما نقول مسيحيين عرب أنت تقصد من هو من عرق عربي سرياني؟ لما أقول مسيحيين العرب أنا بقصد المواطنين مشروع. المواطنين في الوطن العربي من المسيحيين. نعم. هذول مسيحيين بسميهم عرب، بس ما بنكر عليهم حقوقهم القومية سميها، سواء كانوا أراميين سريان أو كانوا أقباط أو كانوا أكراد. نعم. هذول إخواننا في المسكن والدفاع عن البلاد. نعم. التقدم الحضاري. معاليك الآن بدي أنتقل معك إذا سمحت إلى الحاضر. يعني أنت تحمل رسائل مهمة وخبرة، تستحضر خبرة التاريخ والخبرة الماضية
وبتقدمها لنا الآن. سؤال: عدد حضور الجماعة المسيحية يتضاءل عددها، العرب المسيحيون عددهم يتناقص، ماذا تقول في هذا؟ أنا بقول هذا نتيجة طبيعية لما يخطط خطط ويخطط له أعداء العرب. أعداء العرب من بداية الحركة الصهيونية هم اللي ما بيودون الخير، هم الصهاينة من كل فج وصوب، سواء كانوا يهود أو كانوا بروتستانت أو كانوا حتى من بريطانيا اللي هي كنيسة مختلفة. نعم. هذول بدنا نتذكر أنه في تلك الديار نعم. هناك فصل للدين عن الدولة. نعم. أنا ما بقول أعدائنا اليهود، لا، بقول الصهاينة. نعم. من نعم. كل فج وصوب. نعم. في منهم ناس مسيحيين. نعم. بس مفصول الدين عن الدولة. نعم. يعني تتحدث عن الغرب. الغرب. نعم. والقول في أيامنا هذه أنه غزو العراق هو غزو صليبي كلام خاطئ، لأنه اللي غزا أمريكا. نعم. في أمريكا ممنوع تصلي في في المدارس الحكومية. نعم نعم نعم. صلاة مسيحية صلاتهم نعم. ممنوع. نعم نعم. طيب كيف يكونوا صليبيين هذول اللي غزوا العراق وكسروا ظهرنا إحنا؟ نعم. وهم عندهم فصل للدين عن الدولة. نعم. ما بتصير تقول له هذول حروب صليبية، لا. نعم. مش الحروب الأولى كانت بدعم ومناداة من بطريرك روما. حرب فرنجة. حرب الفرنجة كانوا يسموها. تناقص عدد المسيحيين أمرين، عاملين. نعم. التكاثر أبطأ من إخواننا من غير المسيحيين المسلمين. نعم. تكاثرنا إحنا أقل عددا. نعم. اثنين، ما بدي يعني أتفاخر فيها، بس إحنا تواصلنا مع العالم الخارجي كان أقوى تاريخيا. نعم. كان أقوى. تلاقي الماروني اللبناني وحتى الأرثوذكسي اللبناني وصل البرازيل وتشيلي. صحيح. وصلوا أمريكا وقال هم بيتابعونها الآن يعني على صحيح؟ على محطة نورسات. نعم. بس من شعرائهم. نعم. أظن القائل كان رشيد سليم الخوري الشاعر القروي. أو فرحات عباس، واحد من الاثنين، بقول أغرب خلف الرزق، غرب. نعم. أغرب خلف الرزق وهو مشرق، وأقسم لو شرقت سوف يغربه. نعم نعم. أغرب خلف الرزق وهو مشرق، وأقسم لو شرقت سوف يغرب، ونشرب مما تشرب الخيل تارة وطورا، تعافوا الخيل ما نحن نشربه. يعني دوافع اقتصادية. أيوة. نعم. ومعرفة في الخارج. نعم. من بدايات القرن التاسع عشر وسعي لتحسين أوضاعه. أيوة. نعم. معرفين أنه دراحوا بحسن أوضاعه وهكذا. العاملي عامل الأعداء. نعم. عارفين أنه الشعلة الحضارية المتقدمة في بلاد المشرق عندنا وفي نعم. مصر. نعم. كان يقودها المسيحيون. نعم. فإذا بدك البلاد تتأخر طلعهم. طلع. نعم. هذول. إذن هناك أنت تقول أن هناك مخطط. طبعا أنا طبعا. هذا بده يأخذنا على عارف قضيتنا على أبونا. على فلسطين. أبونا exactly. أبونا إذا بتلاقي الطلبات المقدمة للهجرة إلى أستراليا. نعم. طلع الأولويات اللي بينقوها المسيحيين بجد. وأوائل الهجرة لكندا كانوا يأخذوا المسيحيين. نعم. ولا أمريكا يأخذوا المسيحيين. الآن القدس عنوان إيمان مسيحي لارتباطه
برسالة المخلص، رسالة الفداء والقيامة. والصلب والقيامة. نعم. السؤال، هل ماذا تقول أنت في هذا الحضور المسيحي البهي الذي يدافع عن هذه الأرض؟ أبونا اسمح لي أرجع لك شوي بالتاريخ. نعم. إلى أيام عبد الملك بن مروان. نعم. وراء ابن الوليد بن عبد الملك، وراء الوليد سليمان بن عبد الملك. قبل عبد الملك اللي هو شيخ الأمويين كان معاوية. نعم. معاوية مرته تاريخنا بقول مسيحية. نعم. ميسون من بني كلب. نعم. وخليفة، جيشه شرقا واصل أرمينيا وجيشه غربا وصل القيروان، عز وجاه. نعم. وكمان الجاه أبا عن جد، مو جاي. نعم. على جديد. نعم. وجيش بقولك قوي، معاوية بن أبي سفيان. نعم. ابن حرب. نعم. جيش وصل أرمينيا فاتح وصل القيروان فاتح. نعم. وعنده مرة واحدة، وعنده قطيمة هالعيل وقطيمة هالبنت، ولد وبنت بس. فرجيني الآن أو قديما زعيم عربي بهالمواصفات، الثراء والجاه والقوة سطوة والمجد، بيكتفي في مرة واحدة مع أنه دينه بسمح له، وبيقبل أنه يكون عنده بس ولد واحد؟ ما فيش. هذا بيدلك على أنه أصولهم الأمويين مش أصول متماثلة مع ما جاء به الإسلام. الآن بعهد عبد الملك، الولد يزيد بن معاوية. نعم. مين رباه في البادية؟ أمه بعثته على البادية. نعم. مين مع مين؟ مع الأخطل الصغير تغلبي. مسيحي. نعم، تغلبي. ومع يوحنا الدمشقي. نعم، قديس. ربوه اثنين مسيحية. نعم. باجي على عبد الملك بن مروان، لسه يوحنا عايش وزير مالية. مين اللي نصحوا ببناء المسجد الأقصى؟ يوحنا دمشق. قال له الآن المجد والعز والحكم للمسلمين، لا يجرؤ أحد. هذه حقيقة تاريخية. طبعا. فأنت بتسألني عن قيمة القدس. نعم. يوحنا الدمشقي بيقنع الخليفة ابني هون، لأنه ما حدش بهالعز والمجد العربي بيقدر يتحدى وينبش على ما يسمى الهيكل اللي مش موجود أصلا. نعم. ويهدم بناء إسلامي والخلافة الإسلامية. هل تستقيم يعني المسيحية العربية بدون القدس؟ شوف، خليني أقول لك من عادة العرب، القيمة للقدس قيمة روحية. نعم. عالية جدا. نعم. القيمة السياسية للقدس عند العرب مختلفة. نعم. خذ مثلا، تقابل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في معركة صفين، وإجت الغلبة لعلي بيّنت. نعم. فطلع عمرو بن العاص بصفوف معاوية بالخطة، رفعوا القرآن المصاحف. نعم. على رؤوس الرماح، كتاب الله بيننا وبينكم، نحتكم لكتاب الله. نعم. فقبل علي وقبوله كلفوا حياته لاحقا، لأن الخوارج زعلوا منه، من ربعه كانوا. نعم. طلعوا وبلشوا يقاتلوا في علي، ليش قبل في التحكيم؟ اتركنا من هاي. نعم. مدام كتاب الله بيننا وبينكم، وين أولى فنيو، وين أولى مكان. نعم. يصير فيه التحكيم؟ هم بصفين، القدس جنبهم. نعم. ليش ما راحوا على القدس؟ السبب لأنه قيمتها روحية وليست سياسية. سياسية. نعم. فاللي بيقول العاصمة القدس، يعني العرب ما اتخذوها عاصمة سياسية. والسبب وين راحوا؟ ما بدهم يمزجوا، ما بدهم يمزجوا الدين مع الدولة. نعم نعم نعم. راحوا وين؟ راحوا على أذرح. ليش راحوا على أذرح؟ طب ليش ما راحوا على المدينة المنورة؟ بعيد شوي. نعم. راحوا على أذرح لأنه سكانها مسيحيين،
جدودي كانوا في أدرو. آه أنت سمعت أنه صار اشتباك بعد نتائج التحكيم مش ربح فيها معاوية؟ نعم. هل سمعت في طوشة في أدرو؟ لا، بلكي وجود الحكماء والعقاب ومحبي السلام. نعم نعم. أنا مرة ما تأخذني أبونا عم بشت شوي، لا أبدا، بعثني الوفد تبعنا من واشنطن إلى ميتشيغان لأعمل محاضرة في الجامعة هناك. نعم. وأخذوني من المطار على محطة التلفزيون. نعم. بطلع تيجي أسئلة على الهواء. نعم. وأونلاين يعني. فإجا سؤال، المضيف موجود، إجا سؤال قال في تاريخنا وفي تاريخ المسيح وفي إنه هاي بلاد لن يتوقف فيها سفك الدماء، وأنتم مغلبين حالكم، ليش بتفاضوا تعملوا سلام؟ كله كلام فاضي، ما راح ناس رد عليكم، فليش أنتم بتعملوا سلام؟ قلت له مسيحي الأخ، قال لي نعم. قلت له احنا بنعمل سلام لان المخلص قال طوبى لصانعي السلام. نعم. فانهم ابناء الله يدعون. نعم نعم. عشان هيك احنا بنعمل سلام. نعم. ف سكان أذرع مسيحيه. نعم. بهذا الايمان ما فيش طوش، ما فيش هوش الان ولا طوشه، واحد فشخ الثاني. نعم. لا ماذا يقول الدكتور المنذر حدادين عن دور المسيحيين في محاربة في هذا المشهد العام في المنطقة، وخاصة يعني في العقدين أو أكثر قليلا الماضيين، في هذا المشهد الجهل والتطرف، بتحس أنه هناك دور يستطيع أن يقوم به العرب المسيحيون؟ بدنا ننتقل للحاضر. هو الدور مستمر. نعم. لكن غطى عليه. نعم. مرة أخرى بقول. نعم. إنه التطرف مش ابن العرب. التطرف جاء بوحي ليس عربيا. من خارج المنطقة. خارج المنطقة. نعم. التطرف الديني هذا. نعم. جاء من خارج المنطقة. شو دورنا؟ مقاومته. نحن. مقاومة التطرف طبعاً. طبعاً. أنا الإنسان الآخر ما هو بني آدم. كلنا لآدم. نعم. وآدم من تراب. نعم. فأنا ما بحمل ضغينة ضد أخي في الإنسانية لأنه لا يحمل معتقدات الدينية. أنا بحبه وربنا فيه صورة الله. طبعا. نعم. وهيك أوصانا يسوع. نعم. وهيك ربنا بقول. نعم. الرسول يسوع بقول لك أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم. هذه الروح المسيحية. أنا ما بتطرف، أنا ما بتطرف ضد الغير، أنا بحب الكل. ولذلك بيجي التطرف بغطي على هذه النظرة الوجودية. نعم. بهذا الإيمان الرباني المسيحي. من التطورات الإيجابية في هذا الصدد. نعم. أنه هذا التطرف بدأ يخسر أرض. نعم. صار يتراجع. نعم. مين قائد المقاومة؟ أبناء جلدتهم، أبناء دينهم. نعم. بس هذولك متطرفين وأبناء الدين الإسلامي المعتدلون. على يعني الإسلام. نعم. الإسلام لما تأخذ القرآن الكريم دين سماوي رباني. اجتهادات الأئمة شغل بشر. نعم. شغل بشر. نعم. ما بتقارن هذا بذاك ولو. نعم. أنه ولو أنه طلعت النظريات اللي تتحدث عن إسلام الحديث. إسلام الحديث يعني بيجيبوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
في بعض الأحيان بيحطوها فوق منزلة القرآن. نعم. بسموه إسلام الحديث. نعم. بس أتباع القرآن، أتباع الإسلام اللي بشر فيه الرسول العربي الأمين، هم اللي بقاموا تطرفوا. أول كانوا ساكتين ترى. نعم. مع الموج اللي قامت والانكسار اللي صار سنة 67، الانكسار رهيب. تعرف أنا ما رجعني على البلد، إجت برقيمة نصف التل مثل ما تفضلت صحيح. نعم. بس ما رجعني إلا الجرح في الذات من وراء حرب 67. ولذلك لما اجيت ما ببالغ لما اقول لك كنت احط في الخدمه، هي سله الغذاء صحيح، نعم، لكن خط مواجهه كمان، خط المواجهه مع صحيح. اسرائيل جبهه، كنت احط من العمل المضني 18 ساعه في اليوم كي اثار في جميع المواقع اللي احتليتها بما فيها التفاوض. التفاوض أنا ما كنت أسكت له، لما يقول لك كان عنيف كنت عنيف. نعم. كنت صلب عنيف. مو بس صلب، بطارد وراهم. بشكي رئيس الوفد الإسرائيلي لرئيس الوفد الأردني الله يطول عمره ويسهلها عليه دكتور عبد السلام، بيقول له الدكتور حدادين اللي عندك هذا بفاوض كأنه هو اللي ربح سنة 67. كأنه أنا المنتصر سنة 67. نعم. فطلعنا برا، أو طلعوا خلصوا اجتماعهم، ناداني الدكتور عبد السلام قال لي هو يا دكتور بس لو أننا نتذكر من هو اللي انتصر سنة 67. قلت له باشا إذا هذه المواجهة اللي احنا فيها الآن مواجهة دبابات وطيارات وعساكر بالطخ، أنا بطمنك ما عمري طخيت طلق. بس إذا هاي معركة سلام بتطمنه لهذا، تقول له بدي أنتصر عليه. آه. نعم نعم. أردني صميم. مش بس هيك يعني اللي ذاق الانكسار هو هون كان رأس بين الروس. نعم نعم نعم. إحنا ذقنا الانكسار بأمريكا. نعم صحيح. وضع كثير مؤلم، كثير مؤلم. والرغبة في أنه أقدر أتغلب عليهم كانت رغبة جامعة. هذا جزء من يعني من تاريخ معاليك. بدي أذهب إلى الآن في هذا الحاضر، الحديث عن الهوية الجامعة، الهوية الوطنية. كيف تحافظ معاليك على خصوصيتك المسيحية في مجتمع، في وطن أنت تحبه، وتحرص على الحفاظ على هويته الوطنية؟ هل خصوصية هي كيف تظهرها وسط بالنشاط المجتمعي والعلمي والمهني الذي يبرز دور المسيحيين في هذه البلاد، ومش دور جاي دخيل. نعم. الأصل دور أصل، نحن الأصل. نعم نعم. ولذلك يزيد من مسؤولية المسيحي. مش بس هيك. نعم. مش ملوش بديل ثاني. نعم. ما إله بديل. صحيح. آخر. نعم نعم. وما بتلاقيه يعني، بتطلع تلاقي واحد منا المؤمنين بيسوع خان، ما بتلاقي جاسوس خان بلاده مسيحي، ولا بتلاقي في معظم الأحيان سارق مسيحي. نعم. ولا بتلاقي واحد جاب سوء السمعة لقومه. نعم. ترى لما أنا أنشط من أي نشاط أنا فيه، أنا مش بس مسيحي. نعم. أنا وراي عشيرة كمان. نعم. سمعتها بتتأثر بما أفعله. نعم. ما أعمله. نعم. نعم. ولذلك تلاقي المسيحي مشدود عربيا بين ديانة حباه الله فيها. نعم. وبين عشائر قامت عليها حضارة العرب. حضارة العرب. آه. نعم. الآن يعني إحنا ننظر إلى وضع المسيحيين في المنطقة العربية، وننظر من زاوية أردنية،
كيف ترى هذه الخارطة، خارطة هذه المنطقة والحضور المسيحي فيها؟ شوف وهذا كلام يعني بدي جواب سريع مشان مستقى. هذا كلام مستقى مما نواجهه أو نخبره. نعم. في مجتمعاتنا الأردنية بقول لك. نعم. في الديموغرافي الأردنية، نعم، ما بتلاقي أردني مسلم مثلا بميز ضد المسيحي العربي. صحيح، مظبوط. هذا الكلام حطه على جنب. صحيح. نعم. إذا في تمييز وكلام وغمز ولمز بتلاقي غير أردني أصلا. نعم. جاي من مصدر. نعم. غير أردني. أنا بقول إن الأردنيين لا يطربون إلا لكلام الطيب. أها، مظبوط. وهم مش بس كرماء. كنت أول مبارح في لب وبقول لك هذا ساكن بالسهل، ناصب بيته في الكورة بالسهل. نعم. وتذكرت بيت شعر من معلقة لبيد بن ربيعة بيقول: لا يقيم العزيز في البلد السهل، لا يقيم العزيز. نعم. في البلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء. ما بهرب الواحد. نعم. بيكون ذليل وما بنفعه. نعم. الهروب يعني تسقط سمعته. نعم. واحدة تانية بحكيها السموأل، والسموأل أنا بعتقد أنه شاعر قبل الإسلام مسيحي. نعم. بقول: ونحن أناس لا ترى الموت سبة إذا ما رأته عامر وسلول. عامر وسلول يهود. نعم. ونحن أناس لا نرى الموت سبة إذا ما رأته عامر وسلول. وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل فينا حيث مات قتيل. هذه أخلاق عرب. وإحنا لكوننا في الداخل بعيدين عن البحر. نعم. ما اختلط فينا ناس كثير إلا مؤخرا، الأردنيين وطباعهم. نعم. وتقاليدهم. صحيح. وعاداتهم. كانت مش دولة ساحلية. أيوة، مش خليط. نعم. ما نعم. أجى عليها ولا هم مهاجروا لأن. نعم. البحر مش جنبهم. نعم. ولذلك عاداتهم وتقاليدهم ظلت صافية. أنا في عندي سؤال سريع قبل أن أتحول إلى النموذج الأردني اللي بيأكد على يعني على دور العرب المسيحيين وجلالة الملك الذي يؤكد أيضا ذلك في كل المناسبات وفي كل المحافل. معاليك، ما هي رسالتكم إلى المؤسسة الكنسية، خاصة أنه ترى الآن اقتراب بعض إخواننا رجال الدين من الإعلام، أين دور المؤسسة الكنسية في تقديم رسالتها وتأكيد دور العرب المسيحيين؟ أنت عم تمشي في الإعلام على تايت روب، على حبل مشدود. نعم. لأنه المخلص قال: أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. نعم. هذا فصل. نعم. ما بين الدين والدولة. نعم. وبالتالي مزيج إدارة المجتمعات هذه سياسة. نعم. مزجها مع الدين ورجال الدين تقوم فيها، عشان هيك هو تايت روب، هو حبل مشدود. هل أنت ماشي وفقا لتعاليم المسيح أم أنت ماشي خلاف ذلك؟ في سؤال هون، يعني هل هو الموضوع سياسة مرفوضة؟ يعني مش مرفوضة. لا ندخل، أنا أتحدث عن جهد وطني. الجهد الوطني. نعم. مطلوب أصلا من رجال الدين زرع التقاليد التي تؤدي إلى الدفاع عن الوطن، التضحية من أجل الوطن،
والتضحية من أجل تقدم أهل الوطن. نعم صحيح. هذا الكلام منوط بكل قيادة مسيحية، الأكثر فيهم تأثيرا هم رجال الدين. نعم. مش بس في المسيحية. نعم. ترى في الديانات الأخرى. نعم صحيح. غير السماوية أيضا. نعم. تلاقي القيادة. نعم. دائما تأتي إلى رجل الدين. نعم. أتته القيادة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تكن تصلح إلا له، ولم يكن يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. فبوضعه الروحي والديني هو قائد أصلا. نعم. ومطلوب من القائد توجيه الرعية بما لا يختلط بالسياسة الدنيوية. نعم. أما القيم، الأخلاق، نعم، الشجاعة، الخير العام، الخير العام طبعا. نعم. من واجباتهم. نعم. من واجباتهم. والدعاء للقائد السياسي دائما. مدام القائد السياسي، أنت يعني اشتغلت بمعية الحسين الباني رحمة الله عليه، الله يرحمه، وأيضا أنت اقتربت من جلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول عمره، اللي كتب رسالة عمان، والذي يؤكد على دور العرب المسيحيين. آه. في كل كيف ترى هذا النموذج الأردني في عجالة، لنختم بها، الأردن والقدس وعمان والوصايا وقبر الخلاص، مش بس هيك، وقبر الصحابة ترى. نعم. صحابة الرسول العربي الأمين. نعم. عندنا. بس أراها أبونا كما تراها. فرجيني حالة عنف مجتمعية بين المسيحيين والمسلمين. نعم. ما بتلاقي. مش بس هيك، أنا في داخل الأردن دفاعي عن الإسلام معقول، بس إله مين يدافع عنه. نعم. لكن تعال برا. نعم. برا. المسيحي أكبر حجة. يا عيني. بس حجة. بسمع لك. نعم. بسمع. نعم. لك. فأنا ما كملت على أوريغون ستيت. نعم. بمناظرة اليهودي بتناول المسلم، مناظرة بين الإسلام واليهودية، وبتفوق عليه. فاللي قام لي نجدة المسلم أنا اللي كنت. عم بأشروا للمخرج إنه يعني حديثك شيق ويدخل إلى القلب. سيدي العرب المسيحيون، وأنت يعني خير من يتحدث في هذا الموضوع. أنا حاولت في هذا المساء إني أحاول، بدي ألحقك. ماشي. ما شاء الله. هذه الذاكرة الرائعة وهذا المخزون الكبير وحبك للعربية، وأنت خير من يتحدث بها، لسان عربي غير ذي عوج. احنا نطمح بأن نلتقي في لقاء ثاني. هذا شرف كبير. الله يخليك. معاليك. سنتشرف بك في حلقة قادمة إن شاء الله، نرتب هذا الموضوع معك. قبل أن ننهي، يعني اسمح لي أن أشكرك على تشريفك لنا وهذا المخزون الذي نعتز به، ويمثل خط وإرث وتراث عربي مسيحي يفتخر به العرب ويفتخر به المسيحيون، ونحن نعتز بأنه احنا في هذا البلد، في هذا الأردن المميز، نعتز بأنه الأقرب إلى صورة التاريخ الذي تفضلتم به، وإن شاء الله أن نبقى كذلك في هذا التآخي وهذا الوئام الذي نفتخر به مع كل إخوتنا في هذا الوطن الذي نعتبره أرض القداسة وأرض الإيمان. شكرا معاليك على تشريفك. أحبتنا، نشكركم على متابعتنا في هذا المساء، ومعكم أجدد الشكر لمعالي ضيفنا الدكتور منذر حدادين، المسيحي العربي الوطني العروبي الذي كان وما زال، والله يعطيه طولة العمر، دائما شاهدا
للخير والحق والسلام وشاهدا للوطن. دمتم بخير، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة. حتى ذلك الحين لكم دعواتي بهناء الله ووافر النعم. تصبحون على خير.